عمل من ناحيتين، من ناحية الروهية نفسهم إنهم ما كانوا مؤهلين، مهجرين من 70 سنة، ما تلقوا التعليم، ما عندهم أي حقوق. وأيضا من الناحية الثانية طبيعة الدول، الحكومات اللي استقبل هؤلاء الروهية وما معكم أي حقوق. فكان يعني تعرفون الآن الروهية ممكن أسوأ فترة يمرون فيها، يعني كلهم في المهجر في أوضاع إنسانية مزرية. كان عندنا تجربة بسيطة في الجمعية، الجمعية حتى هي يعني تكاد تكون الوحيدة في الساحل، والله هذه ما هي مدعاة للفخر وإنما هي مصيبة، يعني إنه قضية تحتل من يمكن مرتبة من المراتب المتقدمة في الأوضاع الإنسانية، لكن لا توجد لها منظمات مجتمع مدني. لكن الحمد لله إنه لنا 5-6 سنوات استطعنا نصل داخل أراكان اللي هي أصلا منطقة محاصرة بالكامل عبر اللجان، وحتى دولة مثل بنغلاديش فيها أكثر من 1 مليون لاجئ. سياسة بنغلاديش سياسة صارمة في اتجاه اللاجئين، وأيضا بنغلاديش مؤسساتها أيضا غير محترمة يعني حسب تجربتنا. لكن الحمد لله استطعنا أن نختلف إلى حد ما، واستطعنا نشكل بعض اللجان حتى في المخيمات. استطعنا يعني خلينا نقول إحنا قدرنا يعني بنينا العمل خلينا نقول من الصفر، يعني ما كنا نعرف شيء، لكن استطعنا صراحة نصل إلى أشياء كثيرة. وهي يعني تجربة يعني ممكن من باب من يعني رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبة. إحنا ممكن وضعنا أسوأ بكثير، سواء من ناحية الوضع، سواء من ناحية تعامل الدول، حتى تعاطف يعني المجتمع الدولي هو غير جاد، وإنما فقط بيانات وتنديدات. وشيخنا هاني يعني هو له اهتمام كبير، لأنه ممكن يعطينا تجربة. شكراً جزيلاً. آخر متحدثين الدكتور فضل ياسين، ثم نستمع بعد ذلك الأخوة في المنصة ليعلقوا ويضيفوا إن شاء الله ما أرادوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا أتكلم عن الاستلامة 120 ثانية عن الدكتور. خوفتني لما أقول جابك. أيوه. إحنا بتوع الاستدامة جيل نفسية عايزين نتعامل بيها. إحنا جيلنا بيتكلمنا عن الاستدامة سواء في الأشخاص، سواء في المؤسسات، سواء في الأفراد، وبيقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين إيه؟ يبقى تاريخ طويل. إحنا بتوع الاستدامة اللي جاي، إحنا بنتعامل في الدنيا لحد ما نموت، والاستدامة بتاعتنا كمان في الدار الأخرة. يعني العمل عندنا في الاستدامة هي بيننا إحنا اللي اتعلمنا إزاي نحسن للكلب والقطة والكذا وكذا، فبالكم بالإنسان. الموضوع بالنسبة لنا موضوع مصيري، موضوع مهم. لكن عايز أتكلم على حتة اسمها الفجوة في الأداء بتاعنا كمنظمات في موضوع الاستدامة. الاستدامة مرتبطة بالحوكمة، ومرتبطة بالمسؤولية المجتمعية، ومرتبطة بأشياء كثيرة. لكن لما بنيجي نشتغل بنشتغل كل الأمور زي بعض. ففي كلاسيفيكيشن إداري للحاجات اللي قالها الزملاء. عندنا حاجة اسمها خمس حاجات، حاجة اسمها معرفة، حاجة اسمها مفهوم، حاجة اسمها قناعة، حاجة اسمها مهارة، حاجة اسمها سمة شخصية. فلما الدكتور هاني يجي يكلمنا في موضوع وناخده من موضوع معرفي وإدارة معرفة، يقول لي لازم تدير بشكل كويس. تدير بشكل كويس ده مهارة ولا معرفة؟ مهارة. يبقى لازم نتعلمها بالتكنيك بتاع المهارة. لما يكلمنا عن التعاقب القيادي وتبادل من الواحد ما يقعدش في المؤسسة، هو دي مهارة ولا سمة شخصية؟ سمة شخصية. عايز يقعد لحد ما يروح الدار الأخرى من الموقع، عايزنا لما أجي أتعامل معاها أتعامل مع الناس الذين يديرون المؤسسات أن هذه سمات شخصية يجب أن تتغير. لما أجي أتكلم عن مفهوم العمل الإنساني وأحط البريورت بتاعتي رقم 1 كذا وكذا وكذا، عندي مفهوم إن السياسة بنت الاستراتيجية، يعني أنا عندي مؤسسة واخد استراتيجية. فنقول يعني إيه استراتيجية؟ استراتيجية يعني استراتيجية يعني فلما أجي أحط استراتيجيات للمؤسسة لازم لها حاجة اسمها تحقيق متطلبات الاستراتيجية، وأعمل لها جداول وأعمل لها ترتيب وأعمل لها شو. أجي أشوف السياسات، في سياسات حكومة. إذا إحنا محتاجين نحل الكلام ده ونحطه قدامنا ونشتغل عشان نحقق الاستدامة. يبقى استأذنكم لو موضوع مصطلح الاستدامة ده عايزين نظبطه ونخليه زي هاو تو مانج الاستدامة. أنا عايز الترابيزة بتاعة الدكتور سيدي الجميلة اللي عملها ربنا يبارك فيه، عايز بس أشيل الإنفايرمنت البيئة أحطها رجل من الرجول الأربعة وأخلي المانج في الإدارة. لان المانج بتدير البيئه، لان بيئه العمل اللي اتعامل فيها الدكتور هاني ولا انا اتعاملت في شركه 30 هي نفس البيئه في انجلترا، بس هو نجح بنسبه 60 والدكتور بنسبه 80. يبقى المانج البيئه اخرى حيصل لها مانج، يبقى تبقى رجل انزلها تحت، يبقى البيئه القانون المالي فاحنا والجزء التكنيشن اللي هو الفني، ويبقى الجزء المانج هو اللي بيدير. ليه برضه؟ لان الاستدامه دي لها خمس اركان، لها بلاننج
لها تنظيم، لها أركان الإدارة، لها توجيه، لها هيكلة، تحط مين هنا وهنا، لها مراقب اللي بتقولوا عليها إن أنا يبقى عندي شفافية والحاجات اللي هي بتاعتنا بتاعت الحوكمة دي. عايز أشوف المتابعة وتقييم الأداء والكوركس أكشن اللي هاخدها، ولا هاخدها بريدكت أكشن، ولا هاخدها أي نوع من أنواع الأكشن، هو تصحيحي ولا كذا ولا كذا. إذا أنا يعني أرجو إن إحنا نحط المانيج فوق ونبدأ نشوف هنشتغل فيه إزاي، ونطلع الفجوات اللي عندنا في الأداء نحددها. إن كانت معرفية يبقى نبعت كتب ونعمل حاجات الناس تقراها تخلص. لو هي حاجة في المفهوم لازم نتصلح، لأن مفهوم الإنسان حاجة من قناعته بيتعامل بشكل جزئي أو كذا أو كذا. الجزء المهاري نتعامل معاه بمناحية الحساب المهارة اللي هي خمس مراحل. لو هي سمات شخصية في الناس اللي قاعدة مش عايزة تتحرك نتعامل معاها، فيما الناس ما عندهاش مرونة، ناس ما عندهاش يعني يقول لك ندعم المسيحيين. يعني كنا بندرس مرة زي ما كنا بنتعامل مع مؤسسة في المملكة 12,000 موظف سواء الملائكة مؤسسة عامة التحليل، نعمل لهم ري انجينيرنج تبع منظمة الربيع إدارة الدولة. فأنا وأنا بشتغل قعدت حد صديق كده في كندا قال لي روح ذاكر ثلاث حاجات، تدرس مجلس الكنائس العالمي وتدرس السي اي اي. ليه بقى ليه بيقول لي كده؟ لان السي اي اي دي منظمه مخابراتيه كذا كذا، فلهم وتدرس حاجه زي وزاره الزراعه، مش الزراعه حاجه تبع الامم المتحده بتشتغل في حاجه كده. قال لي دول لهم في كل بحر في الدنيا، فدول خد من دول الاستراكشر وخد من دول الفكر المخابرات، خد كذا وخد كذا فعلا. فتدرس الثلاث حاجات دول تبقى انت يعني ايه دماغك قال لي هتوسع ثلاث اربع مرات وانت بتفكر مع الناس دي. أرجو إن إحنا نتعامل بالسكيل ده، لأن إحنا فعلاً بتوع الاستدامة. طيب يا باشمهندس، يعني إحنا دعمه ومسك مع عاوزين يعني نطلع تفاصيل، يعني حاجة برضه نطلع بيها ونحطها فلوس حزين، إن هو يبعت لنا استبيان نقيم بيه مؤسساتنا. سهل سهل. يعني نوزعها على إخواننا. هتبقى دي استبيان شامل ونقيم. عفوا بس سهل عصيما عفوا. سبعة بس. بالنسبة للسيعة يا شيخ. كان عندنا خرق سبراني للجامعة الأمريكية ببيروت. نعم. أربع سنين خفي خرق سبراني للجامعة الأمريكية ببيروت. كانوا السياحين رسمياً عم يحاولوا بالبيروت بالخرق السبراني. يعني بالمعنى الثاني اللي داير الجامعة الأمريكية ببيروت إن مكتب السياحي يعني. طبعاً. اللي طبعاً. جزاك الله خير شكراً لك. نعم ومش فعلاً. أنتقل إلى دكتور. يعني خلاصات خلاصات يعني ما شاء الله الغلبة آخر شيء. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بس هلخص حاجات بسرعة كده وحلمي حاجات هروح قبل ما انفجر. أول حاجة كل واحد فينا اشتغل أو رسالة للشباب إن مشوار أو رحلة العمل الإنساني مشوار أبدي أزلي سرمدي. مهنة العمل الإنساني توازي وتتقدم تميز عن المهنة العسكرية أو الأمنية أو الإغاثة اللي هي الإسعاف، لأن دول بيشتغلوا لما يكون في كارثة، في هجوم على الحدود بالنسبة للجيوش، في أمن غير مستقر، في واحد بيموت فبيسعفوه. أما أنت بتشتغل 24 ساعة في اليوم، أنت بتشتغل 24 ساعة في اليوم، فاللي بيقلل من قيمة هذه المهنة اللي احنا غير دلوقتي مش بنتعامل معها كمان. احنا بنتعامل مع العمل الانساني وعمل اجتماعي كتطوع وعمل ايه عقلي. هو مهنة وحرفة وسياسة وكل شيء. ده لابد تؤمنوا بهذا الموضوع. في مسيرة الانسان اللي قضى في العمل ده 30 سنة او 40 سنة او 50 سنة في مرحلة او ثلاث اربع مرحلة. المرحلة الاولى هي مرحلة فلسفة عمل الحمار. مرحلة فلسفة عمل الحمار الذي لا يكل ولا يمل. ليه أنا بقول حمار؟ لما تكون أنت شاب صغير ما عندكش خبرة، حذاري إنك تريح نفسك. ما عندكش خبرة، حذاري إنك تستنى كل شوية حد يعلمك، اتعلم أنت بنفسك. افضل اتعلم وتعلم وتشتغل خمس ساعات تشتغل 10 ساعات. تشتغل 10 ساعات تشتغل 15 ساعة وهكذا. المرحلة دي كانت تاخد 15 سنة. في حالتي أنا مرحلة الحمارية بتاعتي أنا إنني كبير الحمير. عشان انزل من فوق ما طلعني فوق انا بس هتجي
هذه بقى انا لا وقتك على انا مش مشكله انا بتكلم عن نفسي انت مالك بيا انا يا اخي انا بحب الحمار لا يا عم انا بحب الحمار لا يحكرمنا احدكم نفسه انا مش بقى هو الحمار مفسي انا بقى غير الحمار يا اخي انا بتكلم عن صفه حلوه في الحمار ما تزعلش الحمار شفتي بقى هي جابتنا كسياسه اهي افحمتك المره انا مش موافق يا عم انت مالك هي موافقه المهم انها توافق معايا المرحلة دي مرحلة الشغل اللي هو الحقيقي فعلا احنا لم نتعلم في الغرب لأننا نمنع على مخدة نعمة او كنا بمعلقة ذهب او معلقة فضة لا احنا كنا بنطلع روحنا اذا كان في العمل الطبي او العمل في الشارع كان في ناس من الشباب ما بيشوفوش اهلهم في رمضان لمدة شهر 40 وبعد كده وهكذا فدي مرحلة اللي هو العمل الدؤوب اللي يخرج منه الشاب الشاب ده يتحول منه بالخبره دي الى انه يطلع مسحراتي عاجبك مسحراتي ايوه مسحراتي بيسحر الناس بالنوم اللي عايز بقى يصلي يصلي اللي عايز يتكلم يتكلم اللي عايز كذا كذا الى اخره المرحله الثالثه بتحول انك مرحله الخلاط ودي اخطر مرحله عفوا المرحله الثانيه مسحراتي بطل بسرعه تكتر بطل بسرعه لا مش هدفه بس هدفه انه يسحر الناس بس وتصحية الناس مش سهلة. أنت بيجي قبل الفجر بساعة ولا بساعتين، في ناس ما بتصحاش إلا بعد الفجر نطلع وتنسى السحور. ناس تصحى تروح الجامع وتتوضى وتصلي وكل الحاجة دي كلها. لكن هو مرحلته إن هو يوعي الناس ويرفع القول، اصحى يا مشكلة بيقول إيه؟ اصحى يا نايم واحد الدايم، ده توعية. كلنا بنتكلم عن التوعية. المرحلة الأخيرة هي المرحلة من ناحية المستقبل هي مرحلة الخلاط. رقم ثلاثة إيش دكتور؟ مرحلة الخلاط. الخلاط، ايه هو الخلاط؟ الخلاط بتحط فيه كل حاجة وبتطلع منه حاجة تانية. يعني معناه ايه؟ معناه المسحرات اللي وعظتك اللي كان في مرحلة أنا كنت المرحلة الأولى نسيت المرحلة الثانية. فأنا انتقلت من الحمورية إلى أن رحت ايه؟ مسحراتي إلى الخلاط ده بيعمل ايه؟ يقعد مع الشباب ياخد افكارهم ويعطيهم افكاره ويحطهم مع بعض ويطلع منتج جديد دايجست بيطلع منتج جديد المنتج ده ممكن يكون كيكه ممكن يكون بسكويت ممكن يكون شربات ممكن يكون عصير اي حاجه ليه؟ لان انت بعد ما مش انت ان انا بعد ما كنت في المرحله الاولى عشان ما ازعلش المرحله الاولى وانتقلت المرحله الثانيه اصبح لزاما عليا ان انا اقعد مع الشباب اخذ فكرهم واطوره لهم واديه لهم تاني يعني اللي هيخبز بعد كده واللي هيعجب بعد كده الخلطه دي مش انا الشباب وده اللي احنا بننتقص فيه في منتهى الخطوره اغلب الجمعيات بتاعتنا ستينيه وسبعينيه وثمانينيه يعني في الايه في العقد السادس والسابع اغلبها بتكلم ايه واغلبها نوع واحد كيكو بس مفيش ايه مفيش كيكو عادي حبه ايه تزويق كده يعني معناها ايه يعني كيكو بس يعني حضرتك راجل في كيك بتزويق يعني معناها بعد الاخوات قاعدين في الجمعيه بعد الشباب قاعدين في الجمعيه وتطلع كيكه طعمها حلو بتوزع لك كل مره طالع كيكه من غير سكر من غير فانيليا عامل لك كيكه بعمل لك ايه مش واخد بالي معناها ايه في مصر بتاع دي بقول على الحاره راح ها؟ الرابعة ان هي تفضل بناء مجتمعي عن طريق اللي هو منتج الخلاط. منتج الخلاط ده لابد ينزل الشارع عشان يكون مؤسسات المجتمع المدني اللي بنتكلم عنها دي. مؤسسات المجتمع المدني هي لو احنا في مهندسين اللي في مهندسين مدنيين هنا من غير اهم هقول لك تعالى مش انت مهندس؟ تعالى اسالك سؤال قدام التلفزيون. سقطت في وزير من الوزراء قبل كده عمل في محاسب وايه وقدام المحافظ وسقط قدامك. اهم مكون في بناء العماره هو ايه؟ الدكتور انا مالي انت انا مالك انت هو دكتور او الانسان سقط طبعا سقطت بلان تربه سقط الحديد سقط اللي بيمسك المنتج ده قول الاسمنت
العمدان سألت في التربة العمدان سألت المهندس كلكم سألتم خشب أصغر حاجة ها المقاول اللي المقاول حرام يا مسؤولين أزاي المسؤولين يعني أيوه نجحت في الآخر سلك الرباط ايوه انت انعار تكلف 100 مليون هتجيب لها كم طن او كم الف كيلو تقول له دكتور ولا هيكل والله سالت انت كمان بعدين مين محفك من الست دي الله يعينك سلك الرباط السلك الذي يربط به الحديد من غير ما هتربط الحديد الاوامر مش هتقوم والسلك الرباط ده هو انتم مؤسسات المجتمع المدني اللي محدش بيشوفها لانها بسبب من تحت الارض تربط كل سيخ حديد بالسيخ الثاني تعمل الشبكه تعمل عمدان من غير شبكه وعمدان واقفين بسلك الرباط لو مزنيته لن تكون واحد من الف من مزنيه بناء الاعمار فانت سلك الرباط حتى ولو كنت انت مش معاه موافق على فلسفه الحمار والحموريه الابداعيه ان الحمار انا مبدع احنا عندنا الاولى دي سميها زي ما بسميها انا بحب الحمار بس انت متوافقين لا سميها الجحش مثلا سميها بمسمى تركي شبشكان دول لبعض بيقول الحمار راسع انه اعلم الكائنات بمسارات الحصان تعال بقى اقف جنبي هنا وانا على التلفزيون تعال عشان تفهمه يا عم تعال هنا يا عم تعال هنا الله العظيم احنا قاعدين بنمثل هنا انا اسال عادل امام يجي معانا احنا امدحني في الحمار انا بحبك يا حمار لو فعلا الحمار بيقولوا من هو اعلم الكائنات بمسارات الحركه لما بيمشي في مكان ولذلك عندنا مثلا لما بيودوه مكان ويسيبوه بيعرف يرجع ويروح ممكن تحط الطفل العيال الصغير هو يوديه المكان اللي انت عايزه خلاص كده فهو الحمار فعلا هو قوي التحول كان زمان طرفه بقى بمناسبه الحمار في زمان جابوا لنا موضوع تعبير فبيقولوا هيجي لكم ايه قالوا ده هيجي عن الجمل سفينه الصحراء ففي بعض الطلاب ذكروا الجمل سفينه الصحراء بشكل قوي جدا وراحوا بقى مستعد كده فجاء الموضوع عن بال الوالدين هنعمل ايه فبعض الطلاب راح جاي قالوا ايه والاب يصبر ويتحمل فالاب مثل الجمل والجمل حيوان صبور وكذا وبدا يكتب عن الجمل فطبعا سقطوا الجزء الثاني احنا لابد يكون عندنا رؤيه لابد هنا بقى مهم جدا صناع فلسفه صناع ثقافه صناع قيم صناع قوانين صناع توجهات خلاص احنا بطلنا نمشي ورا الناس لابد الناس يتعلموا نمشي ورانا ازاي اما نصنع الفلسفه اللي هتصنع ثقافه اللي هتصنع قيم اللي هتؤثر لقوانين اللي هتخل مجتمعات لا تتنحوا عن هذه الصناعه دي الرساله الكبيره وانا سعيد جدا بالاخ اللي هو اتكلم عن اللي هو اداره الايه المعرفه لان من غير معرفه ولا شيء وكلمه اقرا اختم بيها ليست القراءه والكتابه اطلب المعرفة إلى الأبد. اطلب المعرفة يا رسول الله كان بيقرأ ولا كان بيكتب. ربنا نزل أول كلمة في القرآن عليه إيه؟ اقرأ. يعني المعرفة. والمعرفة ليس لها حدود. فلذلك إن أردنا أن نقود مجتمعات لابد أن نصنع فلسفات. ولا تأتينا فلسفات معطرة فتؤثر لنا مستقبل أجيالنا. إذا تكلمت بس حتى نعيش الجو طرفة بسيطة في أخ عمل ضيافة كبيرة لشخص وكان عزيز عليه كثير فعمل فائدة كبيرة جدا فالضيف كان خلاص وقتها لكن صاحب اليمني مصمم كان يأكل اللقمة ويقول له أرجوك هذا كله من أجلك. أيوة. بعدين اللقمة الثانية، اللحمة الثانية، خلاص يعني انفجر الأخ يعني. خلص العزومة
وركب على الحمار. الحمار شاف حوض ماء. ايوه بس هذا الحمار شاف حوض ماء راح شرب شربه واحده واكتفى. فنزل صاحبه يقول للحمار يقول له ارجوك الحوض هذا كله من اجلك. والحمار مش راضي قال له انتظر لحظه. راح دام هنا وملاه ماء وبعدين خلاه لا فم الحمار قال له ارجوك والله ان كل هذا الحوض من اجلك شربه بس جيب المخاطر ينس يعني. والحمار مش راضي شاف الحمار قال الان ادركت من الحمار. شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. والله حقيقه انا استفدت النهارده بصراحه استفاده كبيره جدا من المداخلات اللي لكم ما شاء الله يعني دل على يعني احنا قاعدين مع قيادات وليس مع افراد عاديين فربنا يكرمكم. انا بس اربع ملاحظات على السريع من نظري لان يعني سمعت كلمه مخاطر اكثر من حاجه وبصراحه لازم نفرق ما بين المخاطر والخطر والتحدي لان احنا بنواجه مؤسسات خيريه بنواجه تحدي حياتنا مخاطر لما تكون في حاجه غير محسوبه او غير يعني ملموسه وتيجي علينا زي حادثه اي شيء موجود بيكون لا اراده لنا فيها ولا حول لنا ولا قوه. الخطر بنحله بالحكم لو في خطوه على المؤسسه بنحله بالسياسات الموجوده. السياسات غرضها انها تعالج الاخطار الموجوده والاخطار الموجوده. لكن التحدي هو الموجود. التحدي ممكن يظهر يعني انا ما شفتش اي ازمه مرت على اي مؤسسه خيريه الا وفعلا لازم يكون عندنا قدره ان احنا نحلها. فاداره التحدي محتاجه رغبه واراده وقوه. الثلاث حاجات دول الاساسيه. رغبه في حلها في مجال التحدي، عندك اراده قويه وفي عندك قدره ان انت تحلها. غالبيه المؤسسات للاسف الشديد لا تتعامل بيشوفوها انه خطر كبير وانه مش عارف ايه حتى في لما بيشوفوا ربنا بيتوهم يقول لك الاسلام وفوق. ومش عارف ويعملوها كمان لو كان حاجة كبيرة جدا هتقدمها فبنقول لا هذا تحدي قادرين ان احنا ممكن نتغلب عليه بس لازم يكون عندنا رغبة وعندنا إرادة وعندنا قدرة ان احنا نتمشى معاه. فحقيقة لازم يعني الموضوع ده يعني بعض المخاطر انا من رأيي ان انتم غيروا وجهة النظر وسموها تحديات حتى تستطيعوا ان انتم يعني تتحدوا. قضية السياسات اللي الأستاذ الكريم الأخ اللي كلمنا اتكلم عليها فعلا في حاجات كتيرة معاشة داخل المؤسسات لكن مش مكتوب. وطالما مش مكتوب يبقى لا قيمه. لازم السياسات تتكتب. وبعض الاحيان بتتكتب لانه بيفرضوا علينا، بعض الاحيان احنا كان في البدايه كانوا عايزين وزاره الخارجيه وعايز التنميه كانوا عايزين بعض السياسات الموجوده فنميناه وفعلناه بس لا فادنا. هو فاد المؤسسه فلا ليس عيبا ان ممكن حد يفرض عليك سياسه ما يفرض عليك سياسه معينه ان انت تتعلمها لان ده يفيد كمان في رفع بالنسبه للسياسه اهم حاجه فيها يا اخوانا ليس كتابة ولكن معاشة. يعني ما في السياسة أبدا زي القيم. ما فيش حاجة اسمها قيمة كده رمزية. إذا ما كانش القيمة تقاس يبقى لا قيمة لها. لازم القيم تقاس وسياسات تكون معاشة. ما نقولش حماية الأطفال وإحنا بنعمل عكس السياسات ديت ولا بنعمل مش عارف غسيل الأموال والإرهاب ونقول إن إحنا بنحارب الإرهاب. لا لازم يبقى عندك سياسة واضحة في هذا الموضوع اللي أنتم تعملوها هو ده الأساس اللي موجود. الاخ اتكلم على موضوع يعني اخونا احنا بنتكلم على موضوع مهم جدا يعني بصراحه واتكلم في الاول على قضيه التنافسيه ونفس مؤسسات كبيره على حسب ما اذكر من كتابات الخميس وفي الاخر اتكلم على قضيه الانوفيشن الابداع وحابب هنا اذكر دي النمله اللي قتلت الديناصور يعني فعلا ما فيش حاجه اسمها مؤسسات صغيره شلنا موضوع المؤسسات الصغيره الذي يقتل المؤسسات الكبيره هم الصغيرين عشان يبقى عندكم فكره النمله اللي قتلت الديناصور هي عباره عن بيسموها ديسربتش انوفيشن ما اعرفش بالعربي ايه يعني ديسربتش ده المفرط او المدمر ده المخرب المدمر اللي قودت المؤسسه الكبيره الديناصور الكبير الضخم ده اللي دمرها شويه حاجات صغيره لما جم بالديجيتال اسبكت هم كانوا بيستخدموا الكاميرات الكودك فاكرين احنا كلنا كان عندنا كودك زمان اللي بيستخدموا الافلام اللي بتتحمر في الاستوديو والكلام ده وبعدين كل شويه كلام عملوا فكره الديجيتال بس في الاول كان البيكسل ضعيف مش عارف ايه الكلام من ده وبتاع فما اهتموش بيها ومجلس الاداره خد قرار خاطئ لما اجتمعوا قالوا الديجيتال قالوا الديجيتال ده مستقبل الناس هتعوز بقى مين اللي عنده الكمبيوتر في البيت ومين اللي عنده محتاج جهاز مش عارف يعملوا ايه وبتاع كلنا بنستخدم الديجيتال يعني غيروا العالم شويه كلنا مع صغيره ولا الفيسبوك الان
سكر بيري ولا نوكيا ولا اي حد ولا البلاد بيري ولا يعني عندنا امثله كتيره جدا. فما نقولش في مؤسسه صغيره ومؤسسه كبيره. التحدي الكبير ما هو مقدرتك كمؤسسه صغيره ان انت يكون عندك رؤيه وان انت قادر تتكلم. ونحن قادرين على ذلك صدقوني. يعني المؤسسات سيبوكم من المؤسسات الكبيره حتى المؤسسات الصغيره قادره على صنع التحدي وانها ممكن تغير بشكل كبير جدا. يعني المؤسسه الصغيره كله هذه لا انا كبير وانا عندي وانا عشان كده كتبوا عملوا ايه الكبير عشان يحل المشكله الصغيره دي. هتلاحظوها في شركه امل شركه مايكروسوفت الشركات اللي عندها بتشتري الصغيره. يعني عملوا سياسه بقى ايه دي مؤسسه صغيره عندها تماما سكايب وواتساب ومش عارف ايه كله بقى يشتري فيسبوك. انت عارفين انا الموضوع فيسبوك شغال. ففي سياسات عايز اقول لك كبير هو برضه الكبير خلى الكبير يفكر ان احط الصغير في اعتبار. يعني ده برضه نقطه مهمه جدا انه الصغير بقى هو عنده بقى في اقسام الان في الشركات الكبيره بتشوف الستارت ابس في كل مكان عشان تبني. اللي انا عايز اقوله بس ان احنا لا نستقل بمؤسسه لا كبيره ولا صغيره كبيره ماليا ولكن ممكن تكون محدوده التفكير وفي مؤسسه صغيره تكون محدوده ماليا ولكن تفكيرها كبير. النقطه الاخيره اللي قالها الدكتور سيد يعني انا شايف ان هي نقطه جيده والكتالوج اللي موجود لكن انا نفسي دكتور ان احنا الناس هي اللي تطبخ الطبخ. ايوه يعني ده مهم جدا ان احنا ممكن نعمل كتالوج حلو لكن احنا بقول ان احنا ممكن نحط ما هو الوين مكونات وتعالوا بقى نطبخ مع بعض. لانه في المانيا السياسات دي كلها لم تكتبها مؤسسه واحده. احنا كتبناها مع كلنا كمؤسسات امنيه بنجتمع ونقول هنعمل كذا عايزين نحط معايير. طب تعالوا نقعد بقى ونعمل ساعتها بيبقى ثلاث اربع ايام وبيكون في واحد بقى مخه وكذا ويقول لك تعالى. فلما السياسه بتطلع بتبقى بتاعتي انا اللي طبخ مش حد تاني. فيا ريت ان احنا فعلا عايزين ان احنا يكون هذا الموضوع ان احنا كيف نطبخ الطبخ وليس نحن فقط اكل. النقطة الأخيرة بس موضوع الوقف اللي أنتوا بتتكلموا فيه والتجارب الموجودة أنا بشوفها إنها تجارب متميزة كتير ولكن الوقف ليس هو الحل الوحيد في استدامة المؤسسة. مش كل يعني مش ممتاز جدا الوقف. إحنا عندنا وقف في ألمانيا في وقف للإغاثة الإسلامية بس هو كمان محتاج كمان استثمارات ضخمة قد كده لأن العائد في أوروبا الآن بقى عادي يمكن 2% 3% مفيش. فأنت محتاج لك يمكن 30 مليون 20 مليون عشان تطلع عائد يقدر يشيل المؤسسة. فليس هو فقط الحل الوحيد اللي احنا لازم نفكر في المؤسسه واستدامتها وطريقتها وحاجات زي كده. يا الاستثمار الاجتماعي اذا سمحت لي بس خلي رقمي خلص. ايوه بس انا بس انه شو الوقت ليس الوحيد. ما هي مسارات الاستثمار الاجتماعي اللي ممكن تنبهنا لها؟ يعني انا شايف استثماريه المؤسسات واستدامتها وقوتها اللي هو دي كلها دي هو العامل الاساسي للحفاظ على المؤسسات فيها. الوقف هو رديف من روافد استدامه العمل وليس هو كل الرافد. لانك اذا فكرت فقط في الوقف وقلت انها مش مستديم لا. في مؤسسات كبيره مستدامه وباقيه وان شاء الله هتبقى يعني موجوده لاستدامه الاحتياجات اللي موجوده. فالوقف رجاء لانه برضه قدره المؤسسات ضعيفه يعني برضه في مؤسسات قدرتها ضعيفه. اللي عنده مليون ولا اثنين بتقول له اعمل وقف. يعني بصراحه ممكن ترهقوا بانه يعملها فالاستدامه ده رافض من روافد عمل المؤسسه وليست هي كل الاستدامه. انا عايز بس اقول ان اخويا طارق يعني كان شرفنا فهد ورحنا لمؤسسه كانها كانت صغيره وعايزه تعمل دليل عمل وكلام زي كده. طارق قال لي انت راجل امريكاني ولا انجليزي بتدي باكو. انا ما بديش لك. انا هقعد مع الناس اطبخ فيهم. قاعد معاكم مره واثنين ثلاثه على ما ثلاث اربع شهور. عايز اقول لك ان البنت اللي كنت شغال معاكم اشتغلت وانتجت والان في بريطانيا. اشتغلت في بريطانيا وخدت فرع في بريطانيا ومشي من السكراتش. يعني انا معاك لكن انا اعدلها. اخويا كنت طلبت من الاخ حسين يديك استبيان فانا متصور يا ريت تتابع الاستبيان. الاستبيان ده يقول ممكن نعمل ايه؟ لو تقدركم يكون على الصيف نعمل اليومين ثلاثه اللي فيها يكون لها ورشه ورشتين اعداد والناس يقعدوا يطبخوا الدليل. ايوه بس احنا قبل ما نطبخ الدليل لو انا هبقى مستفيد انا في دماغي الدليل كامل من الف الى الياء. خلينا نقول
انا وانا بقول للناس هنطبخوا سوا لو هو ما فيش واحد فيهم هيطبخ اي حاجه انا هعرف اطبخه. انا جاهز في دماغي هطبخه مش هجيبه بحيث اللي هيقع هسنده وهعمله. هناك فرق ان انا بدي لهم جاهز او ان هم يطبخوه. طب هم ما يعرفوش، لو ما يعرفوش انا اشمر واعمل بحيث يتعمل. فالاتنين يمشوا ان احنا نفكر نجهز يطلعوا فيه او ثلاثه يبقى يتعمل بيه المساله دي موجوده. انا بس كان نفسي كنت هقول لمصطفى في الروسوزكس قلتها بشكل جميل جدا، بس انا حسيت الحرب او الوجع القلب اللبناني كان تعبك شويه. انا كان نفسي تقولها. والروم الارثوذكس عملوا تجربه ممتازه ان هم مشوا مع كل ناجح وساعدوا الاقتصاد اللبناني وعملوا كيف، وهذه تجربه ممتازه انت كنت بتاخذها بمراره وهم خلوا العلمانيه وانا هاخدهم وهدي ناس. احنا عمل انساني، انا بدور على اي عمل انساني. كلنا في بلادنا متاثرين باللي حصل عندنا، لكن انا كنت مبسوط فعلا عايز اروح اتعلم منهم بشكل كويس وهم اخواتي في الانسانيه بهذه الصفاء. احنا مش بتوع سياسه ولا حاجه يعني المساله دي، ومش هعلمهم وادخل طلاب. انا بتكلم بصدق اللي اتعلمته من شيخ الدكتور هاني، انا بتكلم بصفاء. اي حد يخدم بشر عبيد الله خلق الله انا بخدمه. النقطه الثانيه اللي انا كنت عايز اتصور فيها كلمه قالها لي اخويا اللي ارجو الله سبحانه وتعالى ان تدعو له وتدعو لكل الاخوان بفك القصر، اخويا عبد المنعم المفتوح. انا بذكرها ليه؟ لان لما اتخرجنا قبل تقريبا 40 سنه وخدنا بكالوريوس الطب وعملنا احتفال، جمعوا الناس الكبار قالوا لهم بقول لكم ايه؟ انا عايزكم تفرقوا بين، ودي اللي بقولها لحضراتكم، بين الفيجن والميشن، بين ما تنوا ان تكونوه وما سوف تعملوه بكره. الدكتور هاني عمال يقول حاجات والدكتور طارق يقول حاجات وانا عمال اقول حاجات، لكن اقسم بالله ولا كنا نعرف حاجه من دي. والبدايات لو اخوك هاني قال لك لما عمل المؤسسه لكان في لا رؤيه ولا رساله ولا حاجه، انا عايز اقول ولا تقتلوا انفسكم. انا لو قاعد الدكتور هاني حاسس بخرابي سياسات وسياسات ومداخل ومخارج. لا، الناس اللي عملوا سامسونج بيقولوا هم عملوها كانت بتاع رز، والراجل بتاع الركح لما عمل الركح ما كانش في دماغه اي حاجه من الحاجات دي. ولا تقتلوا انفسكم، كل الكلام ده. الراجل اللي بيسوق توك توك عنده كل الحاجات دي بس مش مكتوبه، بس هو بيسوق طياره لا ده لازم يكون معاه انديكيتورز وكلام زي كده. انا سيارتي توك توك يا دكتور طارق، يا دكتور طارق، دكتور هاني، انا عندي حاجه صغيره بلاحظ كل الحاجات دي بس يمكن مش مكتوبه. لكن لو انت شغال توك توك الوقت وناوي يبقى طياره، اقعد كلام اخوانك ده لازم تعملها. الفيجن انا عايز اروح هنا. اخويا عبد المنعم قال ايه؟ قال انتوا طالعين الدنيا ضلمه، شايف اللمبه اللي هناك دي؟ كنا قاعدين على النيل، شايف اللمبه دي؟ انت عايز تروح هناك، بس اوعى تمشي وانت باصص عليها هتتشنك. انت عارف هناك بس بص تحت رجليك، ايه اللي قدامي؟ انا عايز اعمل كده، طب احتاج ان يكون في ترع اعدي كده، ابعد عن الهدف شويه واعدي ده. عايز اقول اللي انتم موجودين فيه المؤتمر اللي هنعمله في الصيف، انا موجود فين؟ وايه اللي انا هعمله في السنه اللي جايه؟ قد يكون مختلف تماما، ممكن يكون هعمل حته صغيره، ممكن اعمل سياستين للدكتور هاني، مش هعمل ال 100 ولا اثنين، انا هتحرك وممكن يكون وانا صغير ممكن مش هعمل كل ده. الراجل بتاع التوك توك عنده كل حاجه بس تمدي المساله بسيطه، مش كاتب الحاجات دي كلها، عشان احنا عايزين في الاخر الهدف الاساسي رضا الله. ورضا الله سبحانه وتعالى بان انا اخدم المستخدمين، استخدمهم افيدهم باي شكل، بحيث واحنا خارجين النهارده نفرق بين الفيجن اللي احنا عايزين نوصل له اللي هو الكمال، والكمال يعني عدو الانجاز، لا والانجاز اللي احنا ممكن نعمله. فانا ارجو ان كثر الكلام ما ينسي بعضه بعضا، ويبقى واخدين بالنا ان احنا حريصين في الحقيقه ان ايه المؤسسه اللي تتغير. انا هختم، لو فكرنا نعمل حاجه في الصيف هتبدا بالاستبيان اللي عمله الاخ حسين، بدليل شكل الدليل اللي ممكن نعمله بس مش موزع يا دكتور طارق، وبعدين نعمل ورشه صغيره زي دي او اثنين على ابريل في رمضان او بعد رمضان، على اساس لما يجي في الصيف يبقى في حاجه موجود. انا مبسوط ان في حد لبناني وحد من بورما، لكن في الحقيقه انا عايز اللي عنده مؤسسه بتاع شفق عنده كده هيبقى كده، مش لازم يبقى كده بحجمها كبير يعني. اسال الله سبحانه وتعالى يا خير الجزاء. ننتهي يعني ننتهي بهذا القدر ونسيكم جميعا. نتكلم اخواننا الكرام حياكم الدنيا وتوفيق، ولا يسعنا الا ان نقول لهم جزاكم الله خيرا كما قال لي اخي جزاك الله خيرا فقد ابلغ. السلام عليكم.